وهنا مرة تانية اسمحوا لي أتكلم في النقطة دي، إن أنا تحدثت بيها في الخارج عندما التقيت بالمتطوعين من أبناء مصر وبناتها اللي بيقوموا بتسهيل وتقديم المساعدات إلى القطاع. بقول لكم يا مصريين، لازم تعرفوا إن معبر رفح لم يغلق أبداً، لم يغلق أبداً، وده لأن خلال الفترة اللي فاتت، أنا بكررها تاني، في ناس كتير يعني سمعت كلام من هنا وكلام من هناك، وانتوا عارفين كويس قوي إن احنا صادقين معاكم يعني، وإن شاء الله لا نكذب أبداً، لا نكذب أبداً. المعبر لم يغلق أبداً، ولكن تم قصف المعبر 4 مرات من الجانب الفلسطيني. أول مرة تانية، لم يغلق المعبر، معبر رفح، أبداً، ولكنه تم قصفه من جانب القوات الإسرائيلية 4 مرات على الجانب الفلسطيني. وبالتالي كان مهم قوي إن احنا نحافظ على أرواح الناس اللي بتقوم بنقل المساعدات، وكان لابد إن احنا ننتبه للإجراءات اللي احنا في النهاية احنا عايزين المساعدات تخش. في النهاية احنا عايزين المساعدات تخش.